الفراولة المعلقة. تعد الفراولة من النباتات المرنة التي يمكن زراعتها بسهولة ولا تحتاج إلى الكثير من العناية، حيث يتم زراعتها وتكاثرها على شكل شتلات أو بذور أو باستخدام الساق الجارية. تزرع الفراولة المعلقة بداخل هذا البيت المحمي والذي يأتي على شكل صالة مكيفة مغطاة بالفايبر جلاس، حيث تم تهيئة الأجواء المناسبة لها رغم حرارة الجو. تقدر مساحة البيت ب 1700 متر مربع، يزرع فيه 50,000 شتلة من أصناف عالية الإنتاج كالفستيفال والفورتونا، والتي أثبتت نجاحها من خلال استخدام البدائل الرخيصة للتقليل من المصاريف التأسيسية للمشاريع الزراعية الصغيرة، حيث تزرع بطريقة رأسية تكثيفية ضمن فلين يحوي خلطة زراعية مناسبة من الحجر البركاني والبيتوموس بنظام الري التنقيطي المفتوح. بدأ الإنتاج بعد زراعة الشتلات بشهرين، حيث يتم استخدام النحل الطنان لتلقيح الأزهار، ذلك للحصول على ثمار ذات مواصفات تسويقية عالية من حيث الشكل والحجم والجودة.